أهلا بكم من جديد، فقد عدنا وعاد الخير معنا. فإن لم يأتي الخير مع الزير سالم فمن يأتي مع من؟ أتوا لي بقوم جساس ورجال جساس. مشرف الشمري وناصر المري، نعم وناصر المري. أعجلوا علي، لا بارك الله فيكم، استغفر الله وتوب إليه. أعجلوا علي، اركض فإن الوقت يداهمنا. أهلا بمشرف. أقف إلى هنا يا مشرف. أين صاحبك الآخر ناصر المري؟ فإن مشيتك لا تبشر بخير. أهلا بناصر المري وأهلا بمشرف. ماذا حصل؟ لقد وقع أحد؟ لقد خفتم مني؟ لا. هل أنتم خائفون؟ لا. لا؟ نعم. كيف تقول لا للزير سالم الذي يهابه جميع القبائل والعربان؟ إنه لا يعرفني. ما يعرف الزير سالم؟ لا لم تعرفه؟ نعرفك ناصر المري. قلت لك قبل 3 أيام يا ناصر المري إنك غائب، وغائب عن أصحابك وعشيرتك. ألم أقل هذا الكلام؟ قلت. ماذا فعلت من بعدها؟ حضرت لهم. متى حضرت؟ فقط. ألم تفرح نفسك؟ إذا فرحت أخوياي فشغل الميوت. شغله. هل تسمعونه؟ سمعني. ناصر. سلام. قلت لك قبل 3 أيام إن ناصر المري غائب عن الساحة. فماذا أتيت بعد 3 أيام هذه؟ جبت كل شيء يفرحكم. يفرح من؟ يفرحكم يا أيها العالم كلكم. لا أريد أن تفرحني أنا، وإنما جمهور ناصر المري الذي ينتظر منه الكثير والكثير. ناصر، أتريد مصيرك؟ نعم. أم لديك كلمة؟ الكلمة طول عمر انقعدنا يبشرون بالسعد، وإن طلعنا يبشرون بالسعد. مهم موقفي برنامج الواقع ما قصر معنا. تستاهل يا ناصر المري. أتري بمصير ناصر المري. الذيب في القريب. آتوا بمصيره. عد لأصحابك. يا مشرف، لقد شرفت نفسك وأحزنت نفسك وأحزنت جمهورك، ولكن ماذا قال مشرف؟ اهرج، انطق. لقد تأملت الجميل والجميل، وتأملت الخيرات أمامك، أليس كذلك؟ مشرف، أعطني مصيره. الذيب، الذيب في القريب. أعطني بمصيره. تقدم إلى الأمام. عد إلى أصحابك. موفق.
الليل لعشق المراجل ولو انها تتعبني عشق المراجل ولا به مجامل ولا به مجامل تنافس على اهلا بكم واهلا بالنعامه ايتها النعامه انا ترين مصير بعض قوم جساس الا تريدين قوم جساس اتوني بقوم جساس زياد بن شري وعبد الله المهيداني فبسرعه